شكرا، الموقف كان حتمي. اسمي سكوال ومن فرقة السيد، مرسول من البلام جاردن. عندي كم سؤال إذا تسمحوا لي. دقيقة، إيش هذا؟ أسمع، نعتذر عن المقاطعة بس ما في لا جاردن هنا ولا حتى فرقة السيد. أنا من فرقة السيد. لا مو معقولة، أنا لسه حتى ما أخذت اختباري. مين هذولي؟ ومين أنا؟ شكله مسلي، يعني هذا المكان اسمه بلاميسيا والبلام جاردن ما له وجود. السبب اللي خلاني أجينا ما هو واضح حتى، وطالما أن الأمور ما هي واضحة وقت رجوعي الزمني حيتأجل. هذا اللي لازم يصير. من وين عبدأ أدور؟ أنت تحتاج كيف تبعد عن هنا وتلاقي دربك، الوضع ما يطمن. ماشي، فهمت عليك. مو ضروري تيجي معايا، لما نروح لحالي ما حد يعطلني. بس أنا وعدتها وهي تستناني. إيش الوعود؟ يبغالي أوقف غموض ما حد يقدر يسويها إلا أنا. أنا لما أول ما صحيت في بلاميسيا، أنا لسه فاكر وعودي كلها. بس الحين أنا لوحدي من الآخر. ما أقدر أرجع لوحدي. الجاردن، ايش اللي حصل لي؟ انا ما افتكر اي حاجه. ما كان في هناك اي فايده، وكل شيء كان عالفاضي.